عليكم الشميسات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غندير معكم ان شاء الله المنتوجات اللي شريتهم اللي جربتهم ما عجبونيش، ما غنعاودش نشريهم، غنوريهم لكم باش ما تخسروش فيهم الفلوس ديالكم. اول جوج ديال المنتوجات غنبدا بهم هما هاد الريسيل اولا الماسكارا. هادو بجوج لاماكسيان ديال ليدل، كاينه هادي دايرين فوليوم بلاك، وكاينه هذه وحده اخرى حتى هي في الكحل. هاد الجوج هادو بلا ما تضيعوا فيهم الفلوس ديالكم. هاد الكحله بعدا شويه على هادي، اما هاد الصفره هادي ما كدير حتى شي حاجه، دايرين على انها فوليوم، كتعطي كثافه للرموش، ما كتعطي كثافه للرموش، ما كتطول للرموش، ما كتبينهمش نهائيا. فهاد الجوج هادو ما كنصحكمش بهم. ثاني منتوج غنهضر عليه هو هاد الشامبو. هذا بزاف منكم كيسولوني على الشامبو الشعر الدهني، راني ديجا في القناه شاركت معكم بزاف ديال الشامبوانات. هذا دايرينو خصيصا لا مارك غارني، دايره خصيصا للناس اللي الشعر ديالهم دهني. كتعرفوني انا هاد الماركه هادي كنحمق عليها، يعني كاع لي برودوي ديالها اللي جربت كيعجبوني وكنشاركهم معكم، الا هذا خاب ظني فيه. هذا شامبوان اللي خرجاته للناس اللي الشعر ديالهم دهني، مصايب بالليمون يعني بالحامض، وكنظن بالطين، بالطين باش كيصف هذاك الزياده ديال الدهن اللي كاين في اللي كاين عندنا في الشعر ديالنا. دايرين على انهم ما فيهمش سيليكونات، ولكن هاد البنات هاد الشامبو هذا ما كنصحكمش به نهائيا، خاصه البنات اللي الشعر ديالهم فحالي اللي عندهم من الجذور ميدم بزاف. نهار الاول فاش كتغسلوا الشعر ديالكم كيخرج الشعر واو، كيخرج الشعر زوين، ولكن النهار الثاني كي كنفق كنلقى الشعر ديالي كيتلصق، كيتلصق بحال داير ليه العسل، مصخ ميدم، كيتلصق بحال لا 5 ايام ما غسلتوش. جربت الاول، المره الاولى، الثانيه، الثالثه، ما عجبنيش نهائيا. فاش قريت المكونات ديالو انا ضربتني على داك الشعر سين سيليكون، قلت صافي راه الشامبو زوين. فاش بديت كنقرا المكونات ديالو عامر بزاف بالسولفات، يعني فيه واحد جوج مكونات ديال السولفات. المهم البنات ما زوينش، ما كنصحكمش به، اللي شعر ديالها دهني ما كنصحكمش نهائيا بهذا الشامبو. هذا منتوج اخر اللي نيت من سيان من ليدل هو هاد الكومينه هادي ديال الشعر، هادي ديال الرجال باش كتفيكس الشعر، كاينين حتى النساء والبنات اللي كيستعملوها. هادي الثيره ديال الشعر، المهم ما عرفتش الاسم ديالها بالعربيه، ما كنصحكمش بها. هادي جربها الزوج ديالي، استعملها شي مره ولا جوج ما عجباتوش، كتخلي الشعر فحال لا فيه القشره، ومن كدوم واحد المده طويله كيبقى يبان الشعر فحال مصخ، ما زويناش وما كنصحكمش بها. هي هذه. ندوزو مكون اخر اللي حتى هو ما عجبنيش نهائيا، هذا ديجا وريته. المهم بالنسبه للبنات الجداد اللي دخلوا، هو هاد الجيل هذا من ميركادونا، هذا دايرين على انه كيحيد الكالكير من الطاسه حاشاكم ديال الحمام، ما كيدير حتى شي حاجه. الحاجه الزوينه اللي فيه هي الريحه ديالو، شي حاجه اخرى ما كيديرهاش، ما كنصحكمش به. منتوج اخرى البنات اللي انا ما جاش ليا مع البشره ديالي، تقدر شي وحده اخرى يعجبها، ولكن انا بما انه البشره ديالي دهنيه الى مختلطه، هادو لي لانجيت خديتهم من بريمارك، كيحيدوا الماكياج من البشره. في الاول بديت كنستعملهم، مهم ما بيهمش عجبوني، ولكن من بعد وليت الوقت اللي كنستعملهم لغد لي كنفيق بهاد البلاصه هادي كامله ناشفه. مع المده اكتشفت على انهم هما السبب، انا ما جاوش ليا مع البشره ديالي. كنظن حتى البنات لي البشره ديالهم فحالي يقدروا ما يعجبوهمش، هما دايرين انهم كيصلحوا لجميع انواع البشره. بالنسبه ليا انا يا شخصيا ما غنعاودش نشريهم مره اخرى لحقاش ما جاوش مع وجهي. سمحوا لي دابا غنهضر لكم على واحد المنتوج اللي هو زوين، ولكن بالنسبه للبنات اللي الوجه ديالهم يدم اولا عندهم البشره مختلطه ما يصلحش لكم نهائيا، لانه غيرزي لكم الوجه ديالكم. هو هاد الكريم سولير، هاد كريما سولار ديال لا روش بوسي، كنصح بها البنات اللي البشره ديالهم جافه. بلاتي نقربوا لكم باش يبان لكم مزيان، فوالا. اما اللي البشره ديالها دهنيه او مختلطه فهذا غيزيد يفتح لكم المسامات، غيزيد يدم لكم الوجه ديالكم، وغيزيد يخرج لكم الحبوب، فما كنصحكمش به. هو زوين ولكن البشره الجافه.
دابا غنهضر لكم على واحد الماركه او على واحد القامه اللي ماشي مزويناش، هي زوينه ولكن ما تستاهلش هذاك الثمن ديالها، وهي لاغام ديال استي لاودر. المهم استي لاودر هي هادي البنات. المهم هنايا استي لاودر هي هادي، هذا سيروم ديال منطقه حول العينين، وكاينه هاد الكريم هادي ايدغاتونت، هادي كريم مرطب، وكاين هاد السيروم هذا ديال الليل ديال الوجه. اش غنقول لكم في هاد لاغام هادي؟ المهم هادو بثلاثه الثمن ديالهم كثر من شي 120 ديال الاورو، دايرين على انهم ضد التجاعيد، على انهم كيرطبوا الوجه، على انهم مع الوقت يعني كيحيدوا ليطاج، كيحسنوا من المظهر ديال البشره، شد البشره ديال الوجه. المهم كيواعدوا بزاف ديال الحوايج، كريمات مهم اللي زوينين، ولكن ما كيديروا حتى شي حاجه. باش نكون معكم صريحه، ما كيديروا حتى شي حاجه من غير الترطيب، كيخليوا البشره نقيه. يعني ملي كنغسلوا الوجه ديالنا وكنديروهم كنحسوا بان البشره رطيبه بزاف، واحد المظهر زوين، ولكن ما حسيتش انهم داروا لي شي حاجه اخرى من غير الترطيب. فما يستاهلوش الثمن باش كيبيعوهم الثمن البنات، والله ما يستاهل. انا وعدت راسي انه من هنا الفوق ما غنبقاش نشري كريمات لي غاليين. يعني جربت كريمات لي الثمن ديالهم هواد وداروا لي نفس النتيجه، عطوني نفس النتيجه بحال هاد الكريمات هادو، فما يستاهلوش الثمن ديالهم. على داكشي انا ما كنصحكمش بهم، ماشي لحقاش خايبين. كيديروا ترطيب، حاجه اخرى ما كيديروهاش وبزاف على هاد الترطيب. يعني اي كريمه الثمن اللي يكون جد بسيط يدير لكم نفس الشيء، فما كنصحكمش بهم. ماشي اي حاجه غاليه راه زوينه، وماشي اي حاجه رخيصه راه خايبه. هذه كانت هي التجربه ديالي، وبغيت نستخلصها معكم باش ما توقعوش في الغلط اللي وقعت فيه. بيرو بوينو عامه كل واحد البشره ديالو، كل واحد الشعر ديالو. كنظن على انه البنات اللي عندهم البشره قريبه ليا او الشعر قريبه ليا غيستافدوا اكثر من هذا الفيديو هذا. وهنا البنات لقيتوني غدا واحد الهري اللي غنشارك معكم، كاين في البوليغون اندوستريال ديال اخي خارس، اللي كيتقضاو منه الناس العاديين وحسن الناس اللي عندهم محلات تجاريه. في بعض الحوايج كيكونوا عندهم الاثمنه رخص على سوبر ميركادوس. هو هذا الهري، الاسم ديالو كاش الامبرا. لا بغيتو تعرفوا العنوان بالضبط قلبوا غير عليه بور انترنت، ديروا لادريس في الجي بي اس وراه غيجيبكم نيشان. وهاد الهريه بحال هكا راه كاينين في كاع المدن ديال اسبانيا، وكاينين حتى في اوروبا. في كل مدينه غتلقاوه بواحد السميه في شكل، بحال مثلا هنايا كاين كاش الامبرا، مدريد كاين تو كاش، غير هما ما تيكونوش في السونتر فيل، كيكونوا قرابين لي فيلاج. قلبوا غير على البوليغونوس اندوسترياليس وغتلقاو بزاف منهم. كاينين بحال هذا اللي تيقبلوا حتى الناس العاديين، ماشي غير الناس اللي عندهم المحلات، وكاينين اللي لا كيقبلوا غير الناس اللي عندهم المحلات. وبما انه بزاف منكم كيسولوني على الزبده ديال التوراق، فضربت دويره في هاد البلاصه هادي، كتبان ليا هاد الزبده هادي اللي كنظن على انها صالحه باش تصايبوا بها العجين المورق. لحقاش الزبده ديال التوراق خاصكم فيها واحد النسبه عاليه من الزيوت النباتيه، وكتكون قاصحه، كتكون قاصحه باش كيسهل الخدمه بها وما كتذوبش دغيا. انا ما عمري جربتها صراحه، دائما كنشري الماصالي والخالدري واجده وكنهني راسي، لانه في السوبر ميركادوس ما كتباعش الزبده ديال التوراق، غتلقاو يا اما مارغارينا او لا مانتيكيه، وصعيبه غتمرسكم من غتجيو تخدموا بها دغيا، غتبقى تذوب، غتبقى تخرج لكم من الجناب، خاصكم دابا وساعه تدخلوها للثلاجه. هذه بانت لي على انها صلاح العجين المورق، وحتى الثمن ديالها رخيص، ماشي بروفيسيونال فحال اللي كيخدموا بها في البانادريات وفي المحلات الكبار، ولكن صالحه. وهنايا لقيتوني في الجهه فين كيبيعوا يعني الفواكه الجافه، عندهم ارخاص. انا دائما كنجي برينسيبالمنتي على الفواكه الجافه، ماشي كاملين وماشي على طول العام، ولكن الاغلبيه كيكونوا كيبيعوهم رخاصين. بحال مثلا هاد الخنشه هادي ديال اللوز كونكاسي، كيلو داير 9 الاورو، الا جيتو تاخدوه من السوبر ميركادوس غاليه بزاف. وحتى اللوز افيلا البنات راه كيبيعوه رخيص، هذه 500 غرام دايره 5 اورو، ويلا خديتو كيلو، هذه ديال كيلو اللي انا هازه كتقام 9 الاورو شي حاجه، ما واصلاش يعني بالايبه داخله فيها الايبه 9 الاورو شي حاجه، ما واصلاش 10 ديال الاورو. عندهم الفواكه الجافه رخيصه، خاصه اللوز كونكاسي واللوز افيلي،
عندهم رخيص. القرقاع حلو عقل، فحال مثلا هاد المرة هادي لقيناها رخيص بزاف، يعني هادي فيها كيلو دايرة 9 الأورو 77، يعني ما واصلش حتى ل 10. نورمالمون كيكون القرقاع عندهم غالي، ولكن هاد المرة عندهم يعني رخيص، غتلقاوه رخص من جزار ورخص من بزاف ديال البلايص. بوينو اللي في مدريد وبرشلونة عندكم الفواكه الجافة رخاصين بزاف، اما حنايا هنا عندنا غاليين. البنات جيت دابا لنيفادا، لقيتوني جالسة هنا كنرتاح ونشمش واحد شوية، ومن بعد غنضرب دويرة في المحلات، باغا نشري واحد الكادو لواحد البنيته كتقرا مع ولدي في المدرسة، عندها عيد ميلاد غدا ان شاء الله. جيت لهنايا غنشوف شنو غنشري ليها، وانا ديجا منخرطة مع واحد المحل صيفطوا لي واحد الميساج من كيكونوا دايرين لي زوفر كيصيفطوا لي بانهم مهبطين الاثمنة. غنتشاركوا معكم هاد المحل، هذا راه ما كاينش غير في اسبانيا، كاين في المغرب، كاين في فرنسا، كاين في بلجيكا، كاين في ايطاليا. المهم قلبوا في الانترنت، المهم كيبيع حويجات زوينين بزاف والكاليتي ديالهم يعني ما عندي ما نقول فيها. هما في الاول كيبانوا الحويجات غاليين، ولكن راه من كيديروا التخفيضات كيهبطوا الاثمنه لواحد الدرجه ما تصوروش. هذا هو المحل الشميسات اللي كتبغي تشري الحويجات لوليداتها في الرباخص، يعني التخفيضات، وتخليهم حتى العام الجاي، لان الوليدات صغار راكم عارفين، لا الذكوره ولا البنات تبارك الله، من كيكونوا صغارين دغيا كيكبروا، خاص كل عام تشريو لهم الحويجات. راه دايرين تخفيضات، كاين اللي داير ليه 20%، كاين اللي 30%، حتى ل 50%. المهم انا غندخل دابا، لا قدرت نصور لكم شي حاجه غنصورها لكم، والا شريت شي حاجه اكيد غنتشاركها معكم. جيت جلست في هذا الكريسي هذا وغنوريكم داكشي اللي شريت. صراحه جيت على الكادو، صدقت واخد حويجات اخرين، ولكن كاين ما يدار في هذا المحل. الصراحه خديت لها البنات بيجاما حمقتني بزاف، عجباتني. انا كنستمتع من كنكون كنشري الحويجات ديال البنيتات، خصوصا البنيتات، واخا انا ما عنديش بنيته، ولكن كيعجبني نشري الحوايج ديال البنيتات. عجبتني البنات، قلت لكم هذه البيجاما هذه التويب ديالها زوين، كان دايرة 20 الأورو ودايرين لها تخفيض 50%، خديتها بعشرة ديال الأورو. تويب ديالها زوين، فيه 80% ديال القطن و20% ديال البوليستر. ومن زارة خديت لها هاد الرويحة هادي ديال البنيتة الصغار، هادو جابوهم دابا ديال الربيع سمحوا لي ديال الربيع وديال الصيف، فيها الريحة زوينة عجباتني، فخديت لها هادوك الكادوات بجوج. وحتى ولدي خديت ليه بيجامات، لحقاش صراحة التويب ديالهم زوين، تقريبا فحال التويب اللي كناخذ ليه من كاريفور. راني ديجا كنت قاسمت معاكم البيجامات ديال كاريفور فحال هاد الشكل هكا، وكيعجبوني يكونوا مشدودين من الديدات ومن الرجيلات. حتى هاد ديال البنات كانت دايره 20 ديال الاورو وديري لها 50%، خديتها ب10 ديال الاورو. المهم انا مشيت غير ل 50%، ما قنعوني لا 20 لا 30، جاني داكشي باقي غالي، مشيت انايا اكبر تخفيض. وخديت ليه هاد السروال ديال تشاندل، هذا غنلبسو ليه دابا، ما سخونش التويب ديالو، مبرد ما سخونش، كان داير 18 ديال الاورو، حتى هو دايرين ليه 50%، حيتاش في الصيف ما كيعجبنيش نلبس ليه الشورطات، كيجي بالركابي ديالو حاله. هاد البولو البنات حتى هو زوين، الثمن ديالو دايرين ليه 8 ديال الاورو، وتا هو دايرين فيه 50%. عجبني لي ستيلو ديالو، اللوينات ديالو زوينين، داك البلو مارين مع داك التويشيه في الاحمر، والديدات ديالو مشدودين، يعني هاد الحوايج هادو خديتهم ليه ان شاء الله العام الجاي، ماشي لهاد العام هذا. وخديت لي حتى هاد التريكو هذا ديال الشا، راك عارفين التريكوات ديال الشا الا جينا ناخذهم في الوقت ديال الشا كيكونوا غاليين بزاف، بحال مثلا هذا الثمن الحقيقي ديالو 15 الاورو، حتى هو داير لي 50%، وحتى هذا البنات 100% قطن، يعني اغلب الحوايج اللي خديت 100% قطن، ما عدا دوك البيجامات اللي فيهم 80% قطن و20% بوليستر. كاينين بعض الاخوات الله يهديهم اللي كيجيب لهم الله انه مين كنوريكم المنتوجات ديال ميركادونا، شي حاجه ديال ليدل اولا شي ماركه ديال الحوايج اللي كنتقاسمها معكم، راه كندير لها الاشهار، لحقاش داكشي راه كيعطيوه ليا فابور اولا كيعطيوني التقضيه،
المهم هذا هو اليوتيوب. اليوتيوب لقانا مع الناس ديال العقليات كاملين، الناس اللي ما كنتش كنظن على انهم موجودين او اكسيستن على هذه الارض لقيتهم. اليوم غنجاوب الشميسات دياولي اللي كتبوا لي ميساج بكل ادب. جيهان الله يعطيك السر، بغينا نعرفوا واش من كتهضري على شي ماركه او من كتورينا شي حاجه من شي ماركه، واش كتكوني دايره كولابوراسيون كيخلصوك او لا ما كيخلصوكش. انا كنت صريحه معاكم من نهار الاول وقلت لكم النهار اللي ندير كولابوراسيون مع شي شركه راه غنقولها لكم، والنهار اللي درت كولابوراسيون مع شاين قلتها لكم، قلت لكم البنات هذه كولابوراسيون وهاد الحوايج اللي انا تلقيتهم راه ما خلصت فيهم حتى شي حاجه. مي كنوريكم دي سوبر مارشي او لا كنوريكم الحوايج بحال مثلا اليوم وريتكم اوكايدي، ماشي لحق الشركه مخلصاني باش انا نجي نكذب عليكم ونقول لكم سيروا شريوا. واو نو، بحكم التجربه ديالي انايا اللي ساكنه هنايا وكأم كنشري كنبغي نعرف لي ماكازا اللي كيبيعوا الحويجات زوينين، لي ماكازا اللي كيبيعوا الحويجات يكونوا في نفس الوقت زوينين وباثمنه مناسبه. قولوا لي واش كاين شي حد على وجه الارض اللي ما يبغيش يشري شي حاجه اللي زوينه وفي نفس الوقت تكون رخيصه. دونك انا كنتشارك معكم التجربه ديالي وحتى نتوما كنستافد منكم. بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي سيري لهذا المحل راه حتى هو كيبيع الحويجات زوينين. المهم خلاصه القول باش ما نطولش عليكم، جاوكم الشميسات دياولي. انا راه مين كنشري شي حاجه وكنشارك معكم شي حاجه حتى شي شركه ما كتكون مخلصاني ولا عاطيني شي حاجه، هذا هو التيكيت ديال اوكايدي. المهم بالشمس ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان، هادو حويجات اللي انا شريتهم وخلصتهم بحر مالي، ولكن بما انه هذيك الشركه حويجاتها زوينين ومين كدير تخفيضات يعني تقدروا تاخذهم بواحد الثمن اللي نازل بزاف، انا كنبغي نشارك معكم هذا الشيء باش حتى اللي جات جديده لهنايا اولا اللي ما عارفاش كنوريكم سيروا لهاد البلاصه وسيروا لهاد البلاصه وسيروا لهاد البلاصه باش كنسهل الحياه اللي حنا مغتربات عايشين حنا هنا في اوروبا. هذا هو الغرض ديالي، راه ما كنشد الفلوس، ما كيعطيوني فلوس، ما كيتصدقوا عليا ما حتى شي حاجه، غير باش نكون واضحين في هذه القضيه. هذه البنات العشيه هذه مشيت جبت ولدي من المدرسه، مع كاين الريح برا ما بغيتش ندير الباركي ديال الزنقه، جينا لهنايا البرجر كينغ. انا خديت واحد الكويس ديال القهوه غنجلس هنايا في لاتيغاس وغنحضيه، هو جبت لواحد الباركي يلعب واحد شويه غنوري لكم هنايا وصافي، وانا غنبقى جالسه هنايا كنقرا الكومنتاريات ديالكم ونجاوبكم على الاسئله ديالكم. المهم الشميسات دياولي غنختم معكم الفيديو هنايا، خليو لي في التعليق اشنو بغيتو ندير معكم الفيديو الجاي. خليتكم في امان الله وتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.